لمزيد من التفاصيل حول الملف السوري وآخر المستجدات الميدانية في سوريا ينضم إلينا الأستاذ غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أهلا بك أستاذ غزوان. أهلا بك سيدتي. بداية ومن وجهة نظر قانونية أستاذ غزوان، كيف تصف الموقف الدولي مما حدث ويحدث في الغوطة من حصار وقصف وتهجير كذلك للمدنيين؟ كل ما يحصل في سوريا في المقام الأول وما يحصل في الغوطة بشكل خاص، سواء بالاستهداف للمدنيين أو بعمليات الحصار وصولا للتهجير القسري، جرائم حرب موصوفة ترتكب أمام مرأى العالم ومسمعه دون أن يحرك ساكن، رغم وجود عشرات القرارات الدولية التي توجب حماية المدنيين، رغم وجود يعني قانون دولي إنساني يفترض أنه المدنيين هم بحماية هذا القانون، لكن بكل أسف يبدو هناك افتراق واضح وحقيقي، وخصوصا في السياق الصراع السوري، ما بين ما هو قانوني وبين ما هو فعل عسكري بلا أخلاق. ما يحصل من استهداف الحقيقة وكأنه لا يوجد مدنيين في تلك المناطق، رغم وجود مئات الألوف ضمن نطاق الحصار المفروض عليهم. في هذا السياق أستاذ غزوان، المعذرة على المقاطعة، في هذا السياق تم التركيز على إخراج مسلحي المعارضة من الغوطة باتجاه إدلب. ماذا تتوقعون أن يحدث بعد ذلك؟ ونواصل الحديث من جانب قانوني وهذا التركيز على الجانب العسكري وإخفاء أو تغييب الجانب الإنساني في الغوطة. يعني بداية نذكر أنه منطقة الغوطة هي واحدة من مناطق خفض التصعيد، اللي يفترض أنه ما بين قوسين الضامن الروسي هو أحد من يكفل وجود هدوء في تلك الجبهات. لكن ما يلفت النظر في هذا الأمر أنه روسيا هي اللي أشعلت المعارك في الغوطة، وهي اللي قدمت الغطاء الجوي لقوات النظام وميليشيات المساعدة له في العمليات العسكرية. هذا بيعني أنه روسيا بعدما فشلت في مؤتمر سوتشي أرادت أن تقلب المعادلة بالكامل وتعيد صياغة حل مختلف عما يجب أن يفرضه موضوع مناطق خفض التصعيد. لذلك ارتأت أنه يجب أن لا يكون هناك وجود عسكري على قاصر دمشق يهدد بقاء واستمرار النظام السوري، اللي طالما روسيا تسعى لإعادة إنتاجه وإعادة بنائه وإعادة إلباسه مشروعية جديدة أمام المجتمع الدولي غير عابئة بشرعيته أمام الشعب السوري. هذا بالنسبة للوجود العسكري. الوجود المدني، هناك العديد من المدنيين يرفضون الانتقال إلى أو تهجيرهم إلى مناطق أخرى، سواء لإدلب أو لغيرها. إلى أي مدى تظن أنه سيكون لهم حرية اختيار البقاء في مناطقهم وعدم تهجيرهم إلى مناطق أخرى؟ لن يكون المدنيون بمنأى عن إجراءات النظام العقابية. سيتم اعتقال الشباب، سيتم اعتقال النساء واغتصاب الصبايا منهن، سيتم يعني تهجيرهم بكل الوسائل بهدف إجراء عملية تغيير ديموغرافي ناجزة وكاملة، وخصوصا في مناطق دمشق وما حولها. هذه المناطق لا يريد النظام فيها غلبة لفئة معينة من السكان، يريد أن يطوقها يعني ضمن سياق الهلال الشيعي. هاي العملية الحقيقة ليست منفصلة عن سياق طويل لطالما مورس منذ 2013 إلى الآن، وبالتالي لا أعتقد أنه هناك إمكانية حقيقية لوجود المدنيين المحاصرين الآن في الغوطة أن يبقوا موجودين وأن يكون هناك يعني سلطة تحميهم. السلطة هي من تقمع الشعب وهي من تقصف المدنيين، وبالتالي لا ضمان ولا كفالة لأي أحد من انتقام السلطة. ربما نتحدث عن هذا الانتقام، هذا التغيير الديموغرافي كما وصفته أستاذ غزوان، كله يكون باتجاه، سواء المدنيين أو العسكريين يكونون باتجاه إدلب. ما مصير إدلب التي تستقبل مئات الآلاف ابتداء من المهجرين من حمص، المهجرين من حلب، وكذلك اليوم من الغوطة؟ ماذا ينتظر إدلب؟
هذا السيناريو المرعب، يعني ما أتصوره هو أن يكون هناك عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب، ليس في المدى المنظور الآن، إنما في يعني على المدى المتوسط، يتم من خلال استئصال كل القوى المسلحة أيا كان توجهها وانتمائها، وبالتالي سنكون أمام استعادة كاملة للأراضي السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وسيعاد إنتاج بنية النظام مرة أخرى بوسائل ربما تكون أكثر حداثوية. يعني المجلس النرويجي للاجئين يقول ان مهجري الغوطه في حاله يرثى لها من الجوع والعطش، بهذا التعبير يعني كان تصريحه. اين دور المنظمات الدوليه والمنظمات الحقوقيه والمجتمع الدولي، وما الممكن فعله للتخفيف من هذه المعاناه الانسانيه التي يعاني منها المدنيون منذ اشهر؟ يعني بكل اسف الامم المتحده والمؤسسات الدوليه والمنظمات الدوليه تقف بحالة عجز وشلل شبه كاملين عن الاستجابة الحقيقية لحاجات الشعب السوري، أولا في الحماية والحفاظ على حياة المدنيين، وثانيا في الحصول على الغذاء والدواء اللازمين للاستمرار. الفشل هذا ليس وليد اللحظة، هذا الفشل يأتي ضمن سياق يعني طويل يدفع ثمنه المدنيين، فشل في إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى المناطق المحاصرة، وفشل في إجبار النظام على عدم اتباع سياسة التجويع لتركيع المجتمع، ومن ثم فرض تغيير ديموغرافي عبر سياسة التهجير القسري. يعني النظام وحلفائه يرتكبون الجريمة في وضح النهار، كل ما يمارس النظام وحلفاؤه يصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك لم يكن هناك استجابة حقيقية من المجتمع الدولي، وبالتالي أفترض أنه ليس هناك قرار دولي حقيقي وفاعل برفع الغطاء عن النظام السوري. رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.